التوصيات اللي اعطيناها للمسيرين باش يتعاملوا مباشره مع الطلبه المقيمين، لان الوجبات هذه قضيه الناس اللي يستغلوا هذه الوجبات، واللي يستغلوا هذه الوجبات هم الطلبه. ماذا بينا احنا يكون فيه انسجام اكثر بين المسؤولين للاقامه الجامعيه والطلبه في كل الاقامات. وما تنساوش باللي كاين عندنا 466 اقامه جامعيه عبر الوطن، اعطينا توصيات باش يكون فيه تواصل اكثر والتشارك اكثر، اي طريقه تشاركيه للطلبه المقيمين في الاقامات.